أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل من فرح بسقوط بعض المفسدين في الأرض ولو كان القابض عليهم من الكفار هل يعد هذا من ولاية الكافرين؟ لولا المفسدين في الأرض لا يجوز العطف عليهم، وإذا قبضهم الكفار عرفنا أن هذه عقوبة من الله لهم، أن الله سلط عليهم الكفار عقوبة لهم، ولا نتعاطف مع المفسدين في الأرض. نعم، ولا يعد هذا من موالاة الكفار، بل يقال هذه عقوبة من الله لهؤلاء المفسدين، سلط الله عليهم من هو أقوى منهم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. نعم.